استاذ احمد. ايوه، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. فين الفنانين من موضوع سد النهضه يا فندم؟ موضوع سد النهضه محسوم، هم حاسمينه من زمان مش من دلوقتي. ولا حد هيحارب ولا حد هيعمل حاجه، وهيدوا مال اسرائيل. طب واحنا كشعب موافقين على ده؟ يعني ده يرضي الشعب المصري؟ الشعب المصري ملوش راي في حاجه، الشعب المصري، الشعب المصري اللي بيقول الجد بيزعلوا منه. اللي بيقول الجد بيزعلوا منه. شكرا يا عم احمد، شكرا ليك. وزير الري الاثيوبي يؤكد، وزير الري الاثيوبي يؤكد متمسكون بالملء الثاني في موعده. احنا هنملى الملء الثاني لسد النهضه في موعده. يعني ايه؟ يعني بالبلدي كده زي ما بيقولوا الناس الطيبين عندنا في مصر، مطرح ما تحط راسك حط رجليك. انا مكمل. نسال الحاج يوسف من مصر. يوسف معايا؟ اهلا بيك يوسف. معايا استاذ احمد؟ اهلا يا استاذ يوسف، اتفضل. والله يا استاذ احمد احنا قلنا الاول نعمل ايه المعطى في الوش العكر، فالفنانين دلوقتي مش عارفين. طب انا اسف، فقدنا الاتصال مع يوسف، يا ريت يرجع يكلمنا مره ثانيه. محمد من مصر معانا. استاذ محمد معاك يا استاذ احمد. اهلا بيك يا فندم. دور الاعلاميين والفنانين في الدفاع عن حق مصر في مياه النيل، هل ليهم دور ولا احنا بنطلب منهم حاجه مش بتاعتهم؟ الاول كل سنه وانت طيب ورمضان كريم وسلام. ثاني حاجه، الفنانين ذات نفسهم لا يمسوا شيء بالشعب، لانهم لو حاسين بالناس كانوا ادركوا اللي احنا فيه. اول حاجه ومهمه جدا، هم معاهم اللي يقدروا يجيبوا بيه يشربوا ميه، انما الشعب كطبقه 70% منهم بيدفعوا ايجار وميه ونور بالعافيه. يعني هم علشان عندهم فلوس مثلا مش هاممهم ان اللي ممكن يحصل للشعب. أيوة، ده كلامك؟ دول معاهم يعتبر زي المال والسلطه، فمش فارق معاهم. الناس يدافع عليها ما يدافع عليها مش فارق معاهم. لو حاسين بالناس كانوا عرفوا قيمه الميه وسد النهضه وهم بيتمدوا وكانوا قالوا كلمه حق. انما الرياء والنساء بتاعهم هيتحاسبوا عليه يوم الدين، يوم اللي ما ينفع فيه مال ولا بالون الا بان اتى الله بقلب سليم. ونعم بالله. اشكرك يا محمد، رجع لي يوسف مره ثانيه. شكرا لحضرتك. استاذ يوسف اتفضل. استاذ يوسف. الو. اهلا يا فندم، اتفضل. استاذ احمد اهلا بحضرتك. احنا عايزين نعرف بس الشعب ده استاذ احمد متى هيبقى بالغ راشد؟ يعني متى اللي هنطلع بطاقه من الشعب المصري ويبقى بالغ راشد يتكلم عن نفسه ويتكلم على الميه بتاعته ويتكلم على الارض ويعرف يتكلم مع القاده بتاعته دي؟ ليه يعني ده احنا تاريخ اكتر من 5000 و7000 سنه حضاره، اكيد الشعب بالغ وعاقل وراشد. والله 7000 سنه حضاره استاذ احمد ما فيش ولا شعب فيها بالغ ولا حاضر حاط لي كلمه للشعب، الكل بيتكلم على رمسيس، بيتكلم على حضاره، بيتكلم على شخص واحد. مصر من يومها بتتكلم على شخص واحد، حتى لما حب سيدنا يوسف تعمل بيئه ديمقراطيه. طيب انا والله فقدت الاتصال بيوسف، شكرا ليك يا يوسف. معايا طاهر من مصر، اهلا يا استاذ طاهر. استاذ طاهر معايا؟ استاذ طاهر. طيب يبدو ان الاستاذ طاهر مش معايا، بشكره عموما واهلا وسهلا بيه مره ثانيه. عندي خبر ناخد محمود الاول. طيب يا سيدي هات لنا الاستاذ محمود من مصر. استاذ محمود اتفضل. الو يا استاذ احمد. اهلا بيك يا حاج محمود، اتفضل. اهلا اهلا وسهلا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. فين دور الفنانين والمشاهير من موضوع سد النهضه؟ ولا فنانين ولا يا استاذ احمد. سد ده هم من حقهم، هم الصيغة من حقها تعمل سد زي ما احنا عملنا هنا سد، هم من حقهم يعملوا سد. الميه هتوصل اسرائيل من الاخر ومش تدور وراهم. اللي احنا بنعمله عمالين نعمل على الفاضي ومش نتيجه، هم اللي هيمشوه اللي في راسهم هيمشوه. طب نعمل احنا ايه بقى؟ نسكت يعني؟ رايك نسكت؟ طيب هو قال لك اللي هم عايزين يمشوه هيمشوه. طب احنا فين يا محمود من المعادله؟ ما احنا شعب مصر برضو لازم يكون لنا دور، لان ده هيضرنا او يفيدنا. ده احنا هيدفعونا فلوس علشان مكنه الميه، وهيدفعونا فلوس عشان
اي تصليحات في المجاري المائيه في الترع وغيرها. فاللي بيدفع ده يعني بيبقى ليه حق في الاداره هو كمان. طيب مين معاه؟ ابو عمر من مصر. اهلا يا ابو عمر. السلام عليكم يا ابو عمر. عليكم السلام يا ابو خالد، اتفضل. والله يا استاذ احمد، والله تاني، والله يا ابو عمو، انا لا اخوان ولا كان لي شرف ان انا اكون اخوان، ولا كنت اعرف مثلا موضوع الاخوان ده الا بعد ثوره 2011. اقسم بالله ما كنت اعرف. انت ليه بتاكد على ده يا ابو عمر؟ النهارده النهارده الواجب الوطني على الناس كلها. انا بقول لحضرتك حاجه، لو حصل مثلا ان وضد السيسي من اول لحظه، مش ان انا كنت معاه وغيرت رايي، لا انا ضده من اول لحظه، بس اقسم بالله لو حصل وخد موقف لسد النهضه لعلق له، والله عليه الطلاق بالثلاثه علق له صوره على البيت. بس مش هيحصل، والله ما هيحصل، عشان هو اساسا ده اتفاق وده مخطط هو بيعمله. والفنانين ابو عمرو بيدافعوا عن مصالحهم معايا. طب ما المايه دي من مصالحهم برضو ولا ايه؟ لا مش من مصالحهم، لا مش من مصالحهم يا استاذ احمد. الفنانين بيدافعوا، عصابه ماسكه البلد وهم مش عايزين لا يخشوا بعتقالات ولا يخشوا بمهاترات ولا يتوقف عن التمثيل ولا بتاع، بيدافع عن مصالحه. ناس عاقله، لكن احنا اللي مجانين مش عارفين ندافع عن مصلحتنا وعن حياتنا. معلش انا ولا حاجه يا ابو عمر، ده وجهه نظرك، وانا برحب بيك وباي حد بيقول وجهه نظر في اطار الاحترام واللياقه. شكرا ليك يا ابو عمر. نروح للسويس، بلد الغريب يا سويس. اهلا يا محمد. اهلا بك يا استاذ احمد، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. هنرجع لايام العز بقى ويحاربوا علشان ميه النيل ولا بلح؟ في البدايه طبعا انا بحييك على ردك على المتصل الاولاني، اللي هم الناس المزجنجيه اللي بيتكيفوا بتاع المخدرات، ويا ريت تعمل كده مع كلهم، يعني اي حد يتصل عليك من الناس دي تقطع عليها على طول وما تدلوش وقت وفرصه انك ترد عليك كده. طيب من غير بس ما نقول عليهم بتوع ايه، ولا يعني هو مش هنسمح بترويج المخدرات هنا. المهم انا عايز رايك انت يا محمد، يهمني. انا سمعتها من حضرتك عموما يعني. ثاني حاجه بالنسبه لرد السيسي من كام يوم لما هدد بضرب اثيوبيا، ده انسان بق يعني، هو مش من دماغه، ده هو اكيد اثنين مستشارين حواليه قالوا له قول كلمتين عشان تهدي الناس. عشان يهدي الناس ولا عشان يهدي الجيش يا محمد؟ والله سيان هي قراءه بسيط، لكن انت اثرت نقطه مهمه انا كنت عايز اتكلم فيها. عايز ابعت رساله للقوات المسلحه وعايز اقول لهم انتوا يعني بتعملوا مشاريع حرب ومناورات، وانا شاركت في مشاريع حرب كتير لما كنت في الجيش. صحيح. بناء على ايه وبتعملوا بيها ايه؟ يعني بتصرفوا فلوس في الارض وخلاص، ولا هو ده وقتها ان انتوا تنقذونا من العطش؟ انا بناشد جميع القاده يا ريت يكونوا سامعني، المناورات بتاعتكم والمشاريع كلها في الارض والفلوس كلها بتترمي في الارض، لازم نستخدمها دلوقتي قبل ما يملوا الملء الثاني، لان هيبقى خطر جدا ان احنا نضرب السد بعد كده. صحيح. شكرا يا محمد، تحياتي ليك ولاهل السويس. فرج من مصر، اتفضل. فرج من مصر معانا. ايوه معاك يا استاذ احمد. اهلا بيك يا فرج. اهلا وسهلا بيك يا استاذ احمد. فين دور المثقفين والفنانين ولاعيبه الكوره وناس المشاهير في مصر من موضوع سد النهضه؟ ما بيتكلموش ليه مع الشعب؟ طب وبين يتكلموا ازاي يا استاذ احمد وهم اول المنتفعين بالسوق الحوامل ماشيين عليه؟ ما هي الميه دي هتتقطع عننا كلنا يا فرج. هم فكرهم الضيق متكلم، مش هتوصل لهم الموضوع، مش هيوصل لهم. اللي معاه جنسيه امريكيه واللي معاه جنسيه فرنسويه واللي معاه جنسيه، ورابطين الوضع بالجيل بتاعهم، ابنه واولاده ومراته وامه، هياخدهم ويمشي. هم دول يا استاذ احمد دول ما عندهمش اي احساس، لو عنده احساس كان فيهم الشخص اللي ماسك البلد ده وتتبع حواراته من تاريخ ما تولى المسؤوليه في مصر، هيقدر يكتشف ده مين. ده شخص ثاني غير الشخص اللي بيشوفوه يا استاذ احمد. ده راجل، اي انسان لو عنده دراسه بسيطه في علم النفس هيقدر يعرف مين هو ده السيسي ده، مين هو ده؟ شكرا يا شكرا يا فرج، بشكرك جدا، دي وجهه نظرك. طبعا نسمع وجهه نظر ثانيه من بشير اللي معانا من مصر. اهلا يا بشير. استاذ بشير معايا؟ او بشير؟ طيب فقدنا الاتصال ببشير، اهلا وسهلا بيه مره ثانيه. طب ما تجيب لنا شويه اخبار كده يا اخي عشان نعرف الدنيا فيها ايه. يعني دلوقتي غوتيرش الامين العام للامم المتحده بيقول لك
أدعو مصر والسودان وأثيوبيا لخفض التوتر. ما هو خفض التوتر ده مش بياخدوا له خفض للحرارة سيادة الأمين العام، خفض التوتر ده لازم ننزع أسباب التوتر، لازم تدخلوا كأمم متحدة يا جماعة، تدخلوا كأمم متحدة واضمنوا لنا حقنا في المية. احنا مش عايزين نعتدي على حد ولا حد يعتدي علينا، لا نعتدي على حد ولا حد يعتدي على صالح 105 مليون مصري حقنا في مية النيل. طيب بشير رجع لي، اهلا يا بشير. الو، اهلا يا بشير، اتفضل استاذ بشير. ايوه انت معانا على الهواء، اتفضل يا فندم. استاذ احمد اهلا بيك، اهلا وسهلا. اهلا بيك يا استاذنا. ايه رايك في تتكلم على الاعلام وال استاذ احمد معاك. ايوه كمل انت ما يعني ما. انت دلوقتي بتتكلم على الاعلام ودورهم ايه؟ كمل كلامك. دلوقتي انت بتتكلم على الاعلام ودورهم، اعلام ايه؟ اعلام ايه؟ انت فيهم حد حس بينا ولا حد؟ احنا حاليا من البحيره، انت حد فيهم حس بينا ولا شاف احنا عايشين ازاي؟ ما تتفرجش على التلفزيون دلوقتي يا بشير، كمل كلامك. طيب استاذنا، احنا حاليا احنا عايشين في البحيره، كل حياتنا الارض، دلوقتي ما فيش ميه عندنا، احنا حتى الميه للشرب بتقطع عندنا من 24 ساعه حاليا، قبل مشكله السد وقبل المشاكل دي كلها. عارف الترومبه يا بشير؟ استاذنا عارف الترومبه بتاعت الميه؟ عارف الترومب. دق لك واحده قدام البيت عشان هتحتاجها في الايام اللي جايه، وعلى فكره دي ده مش هزار ولا تريقه، والله ده اللي بجد. الترومبات هم بيقول بالفصحى ترومب، انما الفلاحين بيقولوا ترومبه. اعملوا ترومبات يا جماعه عشان ده اللي جاي. وانا بقول لك اهو، اللي هيعمل ترومبه هياخدوا منه فلوس قريب، يعني هتلاقي تشريع من مجلس النواب ولا مجلس مش عارف ايه يقول لك كل واحد هيعمل ترومبه قدام بيته ولا على راس غيطه هناخد منه فلوس. استنى عليهم شويه بس، هم مش واخدين بالهم منها دلوقتي. طيب